تحريك صورة شعار شركة عارين ذوي الهمم. ينتقل الخريج من الجامعة. الاستقلالية هدف يسعى إليه الجميع من أجل العمل والحصول على دخل. يتصافح مع رجل أعمال. ومن أجل تأسيس عائلة وحياة خاصة بهم. يقف مع زوجته بجوار منزل. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يشكل ذلك صعوبة خاصة. يستخدم لغة الإشارات مع زوجته. ولكن لحظة، فقد صعد الأفراد ذوي الإعاقة لقمة جبل إيفرست وأصبحوا يتقلدون منصب الرئيس التنفيذي وأصبحوا قادة على مستوى دول العالم، ولكن كيف تمكنوا من ذلك؟ نرى أن ذوي الإعاقة يقومون بأشياء مذهلة. يتواصل سامي وهو رجل مقعد بكرسي متحرك عن طريق لغة الإشارات. فلنأخذ على سبيل المثال سامي. ولد سامي بإعاقة، حيث أنه مقعد على كرسي متحرك ويتواصل مع الآخرين باستخدام لغة الإشارة. بالنسبة للعديد من الأفراد ممن هم في ظروف سامي، قد يعني لهم المستقبل العيش في كنف رعاية دائمة. ولكن سامي ليس لديه أي كرسي متحرك فحسب، ولكن لديه كرسي يعمل بالكهرباء ولديه إلمام بلغة الإشارة. يصعد سامي بكرسيه المزود بمحرك المنزلقة متجها نحو مكتبه. وبيئة عمله مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوجد به منزلق ليصعد عليه ذوي الإعاقة ومصاعد وخدمات تيسيرية يمكن لسامي استخدامها لتأدية عمل وضمان الدخل واستعادة حياته. يصل سامي إلى الجامعة ويرفض أحدهم قائلا لا. نعم، ويرجع الفضل لحصوله على التعليم والأدوات التي بوسعه استخدامها وبيئات العمل المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، فأين سيكون المنتهى؟ يصل إلى محل عمله وليس هناك منزلق. فوائد عديدة. في المجتمعات الغربية وجدت الشركات أن الموظفين من ذوي الإعاقة لديهم معدلات انتظام مهني أعلى وسجلات سلامة مهنية أفضل وإنتاجية أعلى واستقرار في العمل لمدة أطول، ويعني ذلك تحقيق مكاسب مالية بارزة. تعمل عارين للهمم مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع الشركات والمؤسسات لتغيير توجهاتها وإيجاد التفاهم والتوعية وتقديم المساندة للوصول الشامل إلى بيئات عمرانية وخدمات ومواقع إلكترونية مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. نرى الخدمات التيسيرية التي يتمتع بها سامي، وهي كرسي متحرك، منزلقات، أجهزة مساندة، ومعدات مكتبية. تساند عارين للهمم في التدريب ورفع مستوى الثقافة للمنشآت. شعار عارين للهمم.